على راديو ميد، مازلنا مكملين معاكم حتى الثمانية. كنا تفرجنا في بساج الفنان حياة جبنون في برنامج وحش الشاشة مع الإعلامي سمير الويفي. بساج عمل شوية بوليميك سورتو لي حياة كانت تردت على البساج متاعها وأبدت استياءها من البساج، وسمير الويفي كان جاوبها أكيد في تدوينة لي. نحكيو أكثر تفاصيل مع الفنانة حياة جبنون اللي معنا عبر الهاتف. مرحبا بيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا اختي الغاليه. مرحبا، نورتنا على راديو ميد. دونك شفنا فيديو هبطته في الصباح يظهر لي اليوم. كنت ابديت فيه استياءك مش اليوم البارح. كنت ابديت فيه استياءك من الباساج نتاعك في وحش الشاشه، في برنامج وحش الشيشة، وسمير الويفي أكيد كان رد عليك. دونك أنت قلت اللي سمير أخل بوعوده في الفيديو. سمحني، ماذا رد سمير الويفي؟ أنا ما شفتش الرد متاعه، مش نعرف الرد متاعه. أكيد باش نقول لك. دونك سمير الويفي هبة تدوينة على الفيسبوك، يقول أنت حكيت على عن نفاق، يقول أنا حياة جبنون صافحتني في الكواليس وقدام الكاميرا رفضت مصافحتي. هذا هو النفاق. هذا لا لا شو أنا صحيح أنا صافحته وقت اللي تقابلنا، ما عنديش مشكل. أنا باش نقول لكن قلت له راهو بعثت له مع الاسيستانت نتاعو 3 مرات، قلت له راني مانيش باش نصافح. علاش؟ انا حره. لا علاش في الكواليس صافحته؟ انا مش انا نحب نعرف الجمهور. في الكواليس ما صافحتوش، في الكواليس دخل انا نعمل لي في الـ 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 في الـ 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 في البودر في المكياج. اي فهمت. هو حب عمل زيرك يا اخي، انا غطيت وجهي نفدلك، معناتها نضحك، لا سلمت عليه ولا سلم عليا. هذه تدوينة نتاعو شنو قال؟ مرحبا الاستاذ حياة. الاستاذ حياة عامل زيرك وانا عاملين لي بابي هكا داير بالحجاب نتاعي باش يعملوا لي البودر خاطر الوجه يلمع. أي. تعرف البلاتو. اي بيان سور. غطيت وجهي هاوكا موجوده في الديريكت نتاعو. قلت له الله يسامحك يا سمير، خلي نكمل المكياج وبعدين نعطيك كلمه كان تحب. وخرج على روحه. وقت اللي صفحته وقت اللي تقابلنا، ما هي الجريمه اللي انا صفحته وما هي الجريمه اللي انا ما صفحتوش. هذا انا ممكن الازدواجيه لهنا، الازدواجيه لهنا انك تصافحه مره ومره، لا ممكن هذا اللي خلق البوليميك اليوم. لا ما خلقش. لا شوف تعرف شنو، سامحني يا مان بكل مصداقيه، خلينا وخلين وهذيا الدنيا اوني دي باساجي عليها الناس الكل. سمير اتصل بيا والح في انهم اتصلوا بيا وخيان اخرين واعلاميين اخرين زاده عندهم برامج مشهوره وكل شيء. سمير هو زوج صديقتي وموجود حتى في العرس كيفاش عملت باز انا وياها في الحجامه. زوجته صديقتي، قال لي حياه اختي وانت ما عمرك تحديت معايا، وانا كان لي اول كتابه معناتها في الصحافه كانت وقتها على حياة جبنون. وكانت في الدبو 2000 وقت اللي أنا عوضت حفلة كانت فيها المرحومة ذكرى الله يرحمها، ما جيتش وأنا عوضت فيها، وكانت هكا نقلة نوعية بالنسبة للفن متاعي وقتها. وهو كتب أول جدي بيان أول انترفيو كان معايا أنا. قال لي حياة عمرك ما تعديت معايا أختي كذا وكذا وكذا. قلت له يا سمير أمان ابعدني على الإعلام، راهو أنا راهو كل ما نتحدى من لا شيء يخلقوا لي معناتها برشا حاجات، وانا مراه سبونتانيه، وانا مراه ما عنديش النيه الفاسده، ما عنديش نيه الخايبه، ولا نقولوا انا رجوليه، يعرفوني كل في الميدان الفني قد ما عشت اكثر من 20 سنه اخت، وعمري ما عملت مشكله مع حد والحمد لله يا رب. فهمنا انا وياه على اسئله واجوبه واسئله واجوبه، اللي هو معناتها تنجح له الميسيون نتاعو واللي انا ما تضرنيش. واضح. ليه وما راعني اللي خليوني ساعة الفوق ما نعرف حتى شيء على الزمة اللوتة في البلاتو. ما تسعة أنا الرونديفو ما تسعة حتى الثلاثة متاع الصباح، للساعتين متاع الصباح، صدقني أنتوا تشوفوا فيا عينيا نحل فيهم بالسيف. معناتها أنا قبلها زادة عندي ما 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 رقدتش نهار جمعه، وانا نقوم بكري برشا معناتها قبل الزمان اللي كنت نرقد فيه انا
توا وليت نقوم فيه والحمد لله هذا فضل من عند ربي وهذا توجه انا قرار خديته راهو فما برشا كلام حتى في المونتاج توا هذا ظروف التصوير لكن هنا تحكي على مقص انت تحكي على مونتاج نو انا سامحني انا ظروف التصوير انا تفهمت انا وياك وقلت لي اختي بكل رجوليه وبكل ثقه وبكل معناتها سانسيريتي اللي باش نبرمجوا انا وياك هذاك اللي باش يصير وكل متهنيه وكل مطمنه وراس امي الغاليه وتعرف معزة امي وهلما جرم الكلام اللي طمنت باش يجيب لي انسانه مليان قلبها بالحقد وبالطريقه الوحشيه اللي هجمتني بها انا ما كنتش نتخايب انا كنت نتصور ثم نقاش بيني وبينه وقلت البرنامج فيه مساحه انك باش تسال وتجاوب وكل شيء وانا ما عندي دوسيات ولا عندي حاجات نخاف منها وما عندي حد شيء دونك هو باش يحب ينجح برنامجه ربي يعينه ما عنديش اشكال انا نتعامل مع الاعلام معناتها عندي سنين الله عنده الحق يحب ينجح اما مش تنجح بالغدره يا مان امان يعيشك امان الممثله امال علوين كنت تعرفها قبل حياه ولا نعرفها اخت رشدي علوين نعرفها نشوفها في في عرس في مكان هكا عسلامة عسلامة وكهو ما عنديش بها علاقة معتها أكلي قريبة ياسر ولا أنا لفان كي غونت كنت معاها متاع خوها معناتها أيو كنت تعرف بوجودها في البلاتو معاك لا والله العلي العظيم لا نعرف والله العلي العظيم لا نعرف وغدرني في هذه أنا الغدرني غدرني معتها كانت متوحشة سمحني في الكلمة معناتها أنا نحشم من مرأة راهي كيفني كيفها مرأة راه وعيب راه أنا أنثى أنا أخوات راه وعيب راه وعيب أنا هذاك اللي غدرني معتها مع هذه نسيس فيها عايش يدي يصلح رايك يجعل منك برشا كلام تقص وبرشا اشياء عليه انت جاي باش تمرمدني بالغدره هذه غدره ماهوش اعلام نزيه هذا امان امان حط رواحكم المستمعين الكل يحط رواحكم انا امنت نفسي عليك امنت نفسي عليك لا حول ولا قوه الا بالله وصدقتك انا المغفله طلعت مع الاسف سامحوني في الكلمه سامحوني انا الغلط الناس اللي تحبني فما ناس نسي كبار هكا كلمتني تبكي قولي كياني نتفرج على ماتش كورة جاوب يا حياة جاوب يا حياة جاوبها يا حياة جاوبها ما تفتلهاش اندمت على حضورك في البرنامج حياة جبنون نعم اندمت على حضورك في البرنامج بالطريقة اللي هو اغدرني بها مع الأسف تعرف علاش ندمت مش على البرنامج ولا راني ما نتكلمش معاكم انا ندمت على خاطر عطيت ثقتك الانسان ما كانش محل الثقة امنت نفسك أمنت نفسك أنت مرأة وكاريرك واسمك وعائلتك ونسابك وأولادك وا 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 وبوك وخواتي وبابا راجل كبير في 90 سنة ربي فضله ما رأيك في الكلام اللي تقال ما رأيك في طريقة الهجوم ما رأيكم أمان حطوا رواحكم في بلاستي عيب راهو فما أقل وهمنا ما نطلع فوق سنتاج متاع نزاهة متاع صراحة متاع صدق متاع أمان ليه أنت ضد الحجاب متاعي أنت ضد التوجه متاعي أنت ماكش توا ظهرت لك حياة جبنون ما فماش كيفها وكانت في حفلاتها تبدأ ما كنتوا تنقصوا فيها ما كنتوا تقهروا فيها ما كنتوا تقصوا عليها في سونوغيزاسيون ما كنتم أنتم في هي في المسرح وأنتم تكملوا لها معتها تغني على طبقة الدو أنتم طلعوا لها في أقصى تشاركوا فيها وأعليه توا ظهرت أنا معناتها اللي أنا باش يبدلني التوجه متاعي حتى حد ما نجم بدل التوجه متاعي بحول الله هذه قناعاتك اكيد وانت حره فما سؤال مروه مدام حياتش الحضور متاعك كان شنو معناه السوجي على شنو بالضبط كنت باش تحضر في كان توضيح كان باش يكون توضيح على الـ 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 اللي 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 خرج في الاي اف ام اني انا راني مانيش مفتي ولا انا مفتيه والكلام اللي قلته معناتها على تعدد الزوجات فلم تعدلوا في واحده معناتها انا كلام قلته هذايا الكبير والصغير يعرفوا معناتها ماهوش جديد ولا انا جبت حاجه غريبه نعطي في رايي
من ناحية الدين أنا ما نعرفش الدين، ومن ناحية القانون احنا بلد قانون، معناتها خاطر ثم البوز اللي تعملت في الي اف ام ما خرجتش الجملة بيدها، ما خرجتش الجملة الكلها، فهمت؟ عملت بوز بعدين الناس معناتها سمعوا البرنامج الكل وما لقاو فيه حتى شيء، المرأة تكلمت كوريكتومون، هو حب هذاك برنامج راديو خلاص حب مع برنامج جديد، قال لي ما برنامج جديد وانت تعرف وعندي برشا هكا ناس ما تحب مش اننا نواصل وانا خارج من ازمه. والله 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 صدقوني راهو الطريقه اللي كلمني بها ما كنتش نصور باش يغدرني. وغدوه وقت اللي انا خرجت الانترفيو خرجت هذيك الباساج اللي انا نحتاج شنو الكلام تقص، قلت ثم كلام تقص، شنو اللي تقص لكم يعني فما كلام انا ندافع على روحي، فما كلام تقص كيما شنو مثلا مواضيع معينه او جوست معناتها الدفاع على نفس؟ نعم معناتها الدفاع على النفس. اي معناتها انا قلت له سامحني يا سمير، معناتها انا راهو تفهمت انا وياك، معناتها كلمه رجال تفهمنا انا وياك على برنامج معين اللي انا وانتي انا وانتي ما عندنيش باش تغدرني هكا تخوازيام، حتى وقت اللي كلمته معناتها والمكالمه مسجله اللي انا وياك كيفاش نبكي نقول له يا سمير راهو ولادي راهي بنتي معناتها حامل كيفاش باش تغدر في امها كيكره وهكره وكذيره وكل يزي هذا بعد الباساج. بعد الباساج خاطر انا قلت معناتها باش نعمل فوفعه ونقوم انا نسينا نواجه ما عندي منيش نخاف. اما فما طريقه غير حضريه وطريقه، رانا احنا في القرن معناتها 21، احنا في 2019 2020 معناتها الانسان باش تلبس مش باش تعايرني بالطريقه هذيك طالون وزوافرك مقلمين، انا ظافري نسيتهم جمله واحده معناتها باش تقول لي ظافرك مقلمين ومانيكور وما فما حتى شيء من الحقيقه هذيا، وانت تفهم معناتها في الباساج يجي نحكيو على مواضيع اهم، يجي قول لي شنو انا قلت لك راني حضرت عملت فرقه نسائيه، فرقه راني نطمح بها المهرجانات الكبيره، نطمح بها الحاجه ممتازه في الانشاد الديني كيما عامله تركيا وكيما عاملين الشيشان وكيما عاملين بلدان اخرى، علاش احنا ما نعملوش؟ وانا جيت باش نتكلم على البرودوي نتاعي جديد ومنيش باش نتكلم وبيه وامام باش نتكلم نوضح شنو اللي صار في الاي اف ام ومعناتها وشنو اللي قلت انت... وانا موقفي من شو اسمه تعدد الزوجات حياة جبنون انت معناتها على عكس ما تحبش خاصة انه اليوم يقدموك بالفنانة المعتزلة حياة جبنون وتقريبا معناتها انت اللي ترفض الكلمة هذه ترفض المصطلح هذا وتقول اللي انت ما زلت عندك انتاجات معناتها في وقت اللي انا في المولد النبوي الشريف عملت حفلة في المنزه تيس وسمعوا بها وكانت ناجحة اللي انا عندي حفلات خاصة معناتها تقول انت سامحني في الكلمة ما تعامية شوية لطية وطيات ناس هكا ملتزمين يحبوا انشاد انا قاعدة نخدم كيفاش تقول انت معتزلة انا انت قلت لي قلت لك راي معناتها فمش انا نحب المصداقية انا نحب المصداقية معناتها نجم قدموك اليوم حياة جبنون المجدة الدينية والله ما شوف انا نحب الحقيقه وسميوها انت تعمل في الانشاد الديني ما المنشده الدينيه سميوا الاغاني الملتزمه سميوا كيما سميوا لكن انت اللي تعمل فيه هو انشاد ديني حياه معناتها باش نسميه معناتها بمسميات هذايا طلب معناتها من الجمهور راهو وتشجيع من الناس اللي تحبني راهو رد بالك ملايين 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 انا قابلتها في السابق في المهرجانات راني درت تونس كامله راهو مده اكثر من 20 سنه ماهوش نهار ولا سنين معناتها كانت نجاحات كبيره وخرجت بها بمحبه كبيره من الناس، الواش تقول انت يخلق البوز؟ كان امراه ماهيش معروفه ويعرفوها صادقه، يعرفوني صادقه انا، ما تحجبت مازلت ما جاوبتنيش على سؤالي حياة جبنون، راهو مازلت ما جاوبتنيش على سؤالي، اليوم حياة جبنون المجدة الدينية، هكا ولا؟ اي في الانشاد الديني اي نعم. واضح معناتها دونك اليوم نجمو نقدموك هكا معناتها المجدة الدينية حياة جبنون تبقينا نرجع للديتاي نتاع الاشكال اللي صار بينك وبين سمير الوافي اليوم عاش ثم معناتها ممكن الصلح لهنا وبحكم مثلا زاد علاقتك بزوجته وقلت انت صديقتها اكيد راه معناتها ثم باب تاع صلح بينك وبين سمير الوافي اكيد
والله الصراحة اللي صار من الناس مقربين من عنده وغني باش نقولها مقربين من عنده اللي فيديو اللي صار بيني وبينه ولا القذف اللي قالوا لي وانا نبكي نقول له يا سمير انا معامله على المونتاج معناتها كيفاش مراه جبت لي مراه تنفيه اكيكه بالطريقه هذيك وما يجيش منه ماهوش حلو ومش هذايا اللي تفهمنا فيه كان انا مراه معناتها نحشم ومتربيه وعندي كلمه مش الناس الكل كيف معناتها هذاك اللي مسجل حلفوني اللي انا ما نخرجوش هذا باش تبان حقيقته باش تبان الكلام البذيء اللي قاله لي اللي قبلها بنهار اسم الله عليك واختي والله وكذا وعندي شاهد خويا مراد هو شاهد على الموقف كيفاش وعلى طريقته كيفاش يكلم فيها وعندي زاده التسجيل اللي كيفاش يكلم فيها ويهين فيها ويقول لي انت تترهدن وانت ياسر مدري شنو وانت هذا بعض الباساج الله يكرمكم حسبي الله ونعم الوكيل وكهو ربي ياخذ الحق انتوا لي صار هاي جبنون شكرا ليك على تدخلك معنا ان شاء الله تكون بحضنا في راديو ميد في على قريب دونك شكرا ليك ايه عايشك حي جبنون كنت معنا دونك كيف مجال هذا مفتوح لانه كان سمير معناتها للرد ولا حاجه مرحبا اكيد كان زميل سمير وفي حبي جي ومرحبا بي دونك احنا كاملين معاكم في ترانكيلا شويه فلاش باك سبور tout de suite le pub والموسيقى راجعين كل من المدينة المتوسطة